الو، ايوه مين معايا؟ انا كنت متخيله ان مجرد ما تسمع صوتي هتعرف انا مين. اشمعنى يعني؟ يعني مش عارف مين معاك؟ لا للاسف والله. طيب انا كنت بتصل علشان اقولك اني خلاص غيرت رايي. غيرت رايك في ايه بالظبط؟ فاكر من كذا شهر كده لما قلتلي انك معجب بيا؟ كده انا عرفت مين معايا. طب كويس، فاكر بقى ولا لا؟ فاكر. طيب انا بقولك غيرت رأيي في ايه برضو؟ فيك. نعم، هو انت لسه فاكره؟ انا منسيتش، لكن انا للاسف نسيت. طيب انا اسفه والله، ما كنتش قصدي اجرحك، بس انا فعلا دلوقتي بحبك. مش فاهم والله، انت ازاي بتفكري كده؟ مش فاهمه يعني انت كنت متوقعه انك لو كنت جيتي بعدها بيوم واحد حتى كنت ممكن ارجع احبك؟ ليه؟ لا ليه لا، ده مستحيل. انا اللي ما يعرفش قيمتي من البدايه صعب افتكره ولو بعد حين. انا منكرش اني حبيتك، بس في نفس الوقت كرامتي اغلى بكتير من ان اخسرها علشان خاطرك ولا عشان خاطر اي حد. وريت بعد اذن حضرتك ما ترنيش على الرقم ده تاني. بس قبل ما تقفلي انا عايز اقولك على حاجه. انا المكالمه دي كان في يوم من الايام ليها تمن، ليها تمن كبير جدا عندي، بس دلوقتي ولا اي حاجه. يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه طبعا اخر كلام. وياريت تعرفوا ان كرامة الانسان قدام نفسه اكبر بكتير من انه يخسرها علشان خاطر حد، لان ممكن الواحد يحب اكتر من مرة، لكن الكرامة هي اللي مكملة معانا لحد الاخر.